الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلام على نبي الأمة وقائدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح شربتكم، ربي يتقبل. نحب نقول لكم وأن رمضان اللي الآن استأنسنا به هو اللي حبيب للنفوس، هو شهر يركز نفوسنا مجموعة قيم. من بين القيم الأساسية اللي ركزنا فيها رمضان هي قيمة احترام الوقت وحسن التصرف فيه في الوقت، إدارة الوقت. شو معنى إدارة الوقت؟ رمضان عبادة موقوتة تبدأ في يوم وتنتهي في يوم، وهي في نطاق اليوم تبتدي بالفجر وتنتهي عند الغروب. والعبادة هذه تدربنا عليها ومزاولتنا لها تدخل في نفوسنا معنى التزام المنقالة ولا الشمس. ما فماش واحد يصوم إلا ويغسل الشمس ويغسل المنقالة. إيش معناها يغسل الشمس ويغسل المنقالة؟ معناها هو يلتزم في نفسه بمراعاة قيمة أساسية هي عنصر من عناصر الكيان البشري، هي احترام الوقت وإدارة الوقت. الفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات هو أنه يحسن التصرف في نهاره ويحسن التصرف في ليله. يقسم نهاره إلى حاجيات متعددة، يعطي وقت العبادة حقه، ويعطي وقت العائلة حقه، وقت الأولاد حقه، وقت الزوجة حقه، وقت العمل حقه، ووقت الراحة النفسية حقه. والأمم الراقية التي أحسنت تدبير تصريف يومها ونهارها وأسبوعها وشهرها وسنتها، اللي نهار الكل حاطط في الحاشية وناده، لا يعرف لا عمل ولا يعرف وقت راحة ولا حق مرته ولا حق أولاده ولا حق نفسه، هو إنسان يهلك كيانه، هو يهلك بدنه، يهلك عقله، ويهلك كيان الأمة رأس مالها. احنا شنو رأس مالنا في الحياة؟ رأس مالنا في الحياة هو زمن، هو عنصر أساسي من عناصر الحضارة يا وليداتي. الزمن هو عنصر أساسي من عناصر الحضارة، والأمم اللي تقدمت هي التي أحسنت إدارة وقتها والتصرف فيه. ولذلك الإسلام علمنا، قال نخصوا وقت للعبادة، والعبادة تصبح ممنوعة في أوقات، حرام في أوقات، فموقات حرام علينا نصلي فيها وقت اللي تطلع الشمس ولا تغرب الشمس، فموقات تكره فيها الصلاة بعد العصر. عليه ما هو باش ربي علمنا وأن نختار الوقت المناسب للعمل المناسب، فما وقت قالنا ربي فيه نرقده ما نقوموش. الثلاثة اللي جاءوا لسيدنا صلى الله عليه وسلم قالوا أنا أقوم ولا أرقد، قالوا لا أنا أقوم وأرقد، من رغب عن سنتي فليس مني. تعطي وقت لراحتك، وقت لعلمك، وقت لتربيتك، وقت لزوجتك. شكون يقعد معاها المرأة؟ شنو قلقت ستة سبعة سنوات واللي تدخل طول تنحي صبات وتلبس الشلاكة وتخرج للقهوة، أضرب البنت أحكي مع هذا وهذيك، شكون بيها؟ ناخذوا لها حطبة تتكلم معاها؟ ما تحتاج بشكون يكلمها وشكون يحادثها وشكون يلاطفها وشكون يشعرها بأنها جزء من كيان جديد تكون مع راجل، عنده شكون يلاطفها ويحدثها ويكلمها ويأنسها. الولد الصغير شو معناها ولدك يولي نهار كامل وهو يستنى في بوه بشراه، ويستنى في قاعدة مع بوه، وإذا كان اجتماع وابوه ما يجتمع إلا في الشفطة والضربة، لازم تقول له اقعد يا كلب يا بهيم يا اللي متسحب، يسمع منك الكلمه الزايده. ايش معناها ما تعطيش وقتك لراحتك؟ تخرج انت مرتك وليداتك تتانس بالطبيعه وتشوف الدنيا، تلاقي افراد عائلتك، صله الرحم. هالمعاني الاساسيه هي من نتائج احترام الوقت وحسن اداره الوقت. احنا مطالبين برمضان هذا اللي توب كلنا، حتى الفاطرين حتى اللي دقينه ما يشاركونا في المرواح للشقان الفطر، يبداوا يجريوا كأنهم صايمين. لواه؟ لأن رمضان أدخل فينا عادة جديدة هي التزام بميقات محدد. ولذلك نقول ما تخليوش رمضان ما يطبعكمش بطابع التفتيش عن تنظيم الوقت وإدارته، لأنه أساس. أخوتي الكرام، ربي يتقبل، ربي يعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.